ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم. في 28 من كانون الثاني 2018، وذات يوم غائم، منح الكثير من المؤمنين حياة جديدة إلى هذا المقطع من إنجيل متى. وكما حصل قبل 2000 عام، شارك كثيرون في الذبيحة الإلهية احتفالا بعيد التطويبات في المزار الذي أقيم على جبل التطويبات. من الطبيعي أن تحتفل كنيسة الأرض المقدسة بالإنجيل في المكان الذي كتب فيه وفي الأماكن التي تستحضر أحداثه، وربط المكان بالحدث هو وسيلة لتذكيرنا بأن قلب الحياة المسيحية هو سر التجسد وظهور يسوع العلني. هذا شيء ليس بذكرى من الماضي، بل هو شيء ما يزال يغذي إيماننا حتى يومنا هذا. موعظة الجبل وتعليم يسوع التي جمعت في الأصحاحات 5 و6 و7 من إنجيل متى، وأعيد ذكرها أيضا في إنجيل لوقا، تردد صداها خلال القداس الذي ترأسه المطران بير باتيستا بيتسابالا. كل سنة نجي بنصلي هنا احتفال مميز، واليوم كما يقولون هنا طوبى لصانعي السلام، نأمل أن يكون السلام في أرض السلام في ظل الأوضاع التعيسة والصعبة جدا تعيش منطقة الشرق الأوسط. نأمل أن يكون للسياسيين لهم رسالة واحدة للسلام فقط وليس للكلام. جئت اليوم إلى هنا في هذه المناسبة لتلقي البركة. أتمنى السلام للجميع في العالم وخصوصا في الشرق الأوسط، وأتمنى التوفيق لعائلتي وأصدقائي وجميع من حولي. بناء على طلب من الجمعية الوطنية لمساعدة المرسلين الإيطاليين، بني المزار على قمة الجبل المطل على بحيرة طبرية، وأدارته الراهبات الفرنسيسكانيات من مرسلات قلب مريم الطائر منذ إنشائه عام 1938. هذا هو المزار الوحيد في الأرض المقدسة الذي أقيم منذ البدايات، ووفقا للمختصين فإن موعظة الجبل هي تعليم يسوع في هذه المنطقة الواقعة على بعد بضعة كيلومترات من كفر نحوم، حيث عاش يسوع سنوات حياته العامة. وحتى اليوم فإن كل من يصعد إلى الجبل أو ينظر إلى بحر الجليل يحظى بفرصة لعيش تلك الكلمات.